علاج الطفح في منطقة الحفاضة. أول شيء تغيير الحفاضة باستمرار لما تنبل، ما تنترك فترة طويلة. إذا كنا بالبيت يستخدم الماء الدافئ والتنشيف الكامل بهدوء، على أساس الجلد المبلول ممكن يؤدي إلى وجود فطريات بعدين. إذا شكينا إن الطفل متحسس من الحفاضة نغير النوع، نبتعد قد ما بنقدر عن المحارم المبللة هاي، لأنه بتكون تحتوي على كحول وعلى مواد حافظة اللي ممكن تهيج البشرة بالمنطقة هاي. وفي كريمات ممكن تحتوي على زنك أكسيد، أشياء هيك ممكن نستخدمها لو كان الطفح شيء بسيط. بس إذا صار أسوأ أو ما تحسن، يفضل ساعتها إنه نشوف طبيب الأطفال على أساس يقرر إيش سبب الطفح والعلاج المناسب لإله.